بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I am very fortunate that I am here once again with you all, and I would like to thank Fazil Bhai and Sheikh Wasim to invite me here. MashaAllah, Barakallah Fikum, Ahsan Allah Alaikum. So today inshallah I'm going to recite in my own style first, and then inshallah in the voices, vocals, tunes, manners, modulation of the Quran, of styles of Aimma al-Haram, Makki al-Haram, Masjid Nabawi Sharif inshallah. A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ya إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الشيخ ماهر المعيقلي حفظه الله from Masjid al-Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله from Masjid al-Nabawi Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله, the most senior imam of حرمين الشريفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشيخ أحمد العجمي حفظه الله, this tone is especially for our kids. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم حفظه الله from مسجد الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Finally, الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.